مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ميوزي كان راب. الراب ما عمره ما كان هكاك. الراب يزم برشا حاجات فيه، حتى فما عباد راهو تحب تحكي كلام في الراب. فما راب يقولوا راب كجم، غلط. فهمت؟ حتى عباد كجم في الراب، اما هو غلط. شنو عندنا؟ عندناش استديوهات قاعدة تدعم، عندناش دي مانجر، عندناش ناس تجري، عندناش وزارة الثقافة قاعدة تخدم على روح أو تشوف النشاطات بتاع الشباب. يطلع كليب وشنو يشتربح منه؟ بيقوف وبرافو جيماتك جيمك على الفيسبوك، فما شي كونسيريت تخدم، فما شي بريراوك يودي رابير يقول لك هذا عنده فمتني 500 ألف يجيبه، طالع تو البريتش بار ولا اللورو بار يسهر وطالع حماماته. يعني ما نسين يخدم في راب 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 وفما شي راب بالكلام الزايد. راب ما عمره ما كان راب، خاطر كيما حكينا قبل الراب مش تحكي كي لازم تكون من قلبك، مش تحكي على انسان، مش تحكي على وضع متاع انسان، لازمك تشوفه كيفاش يعيش. كيما مش تحكي على انسان زوالي، لازمك تشوفه كيفاش يعيش. انا راه ما استحقش كارت برو، راه خاطرني انا برو، انا نعرف رايش قاعد نخدم. فهمت كيفاش؟ كارت برو ستاج من ستاجات مي حاسمرينا في تونس، ستاج نيجليجابل على الاخر. ستاج هذا لازم تاخذ كارت برو، قال شنو باش تعاونك الدوله كل شيء، اما قبل ما تقول لي انت باش تعاون الدوله أبعض انفيتاسيون لي رابور. فما عبيد يخدموا راب كيما فما محمد صالح بلتي، فما مصطفى، فما جروب مسكوت، فما كوستا، فما برشا تخدم راب.